سواء الإمارات بصفة عامة إيجابية. شهدنا نزول خلال الأسبوع، المؤشر وصل ل 3400، كان نتيجة نزول البرنت ما دون 53 دولار. امبارح البرنت طلع لفوق ال 54، أثر إيجابي على السوق عندنا. أسواق الخليج بصفة عامة طالعة، برضه كان في تأثير قوي من اجتماع الفيد او الفيدرال ريزيرف ميتنجز، انه يلن ما قالته يعني بالظبط انه الاودز ان الانترست ريت تعلى خلال قبل جون اقل من 50%، which is ادت زخم للسوق الامريكي. فاسواق الخليج بصفه عامه كلها طالعه، قطر، الكويت، ابو ظبي، دبي، السعوديه. ان شاء الله لو التركيز دلوقتي على السيوله، لو السيوله استمرت في صعود ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى احسن.